هو أقل تقدير لهذا الرجل العظيم. اسمحوا لي أني أدعو الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للصعود. كابتن خطيب، ما أقدرش في مناسبة زي دي. عدلي خد منك الكلمة. ده كان ماسك الميكروفون ما كانش هيسيبه، بس انا لحقت اخدت، طرت على الميكروفون. وقف بس في نقطة. طرت. شكرا. بقول لك طرت، جبتها من المقص، ما ينفعش ان انا اعديها ابدا. كابتن خطيب، التاريخ المشترك الكبير بينك وبين الكابتن حسن حمدي اعتقد محتاجين نسمع منك حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد ان الكابتن شبير والاستاذ عادل القيعي كلموا كلام كتير، كلام كله واقع وحقيقة. بالنسبة للكابتن حسن حمدي، فأنا عايز أختصر جدا، عايز أقول إن أنا حظي كويس وتشرفت بمزاملة كابتن حسن في الملعب، وتعلمت منه في الملعب حاجتين: حب الأهلي والمواقف الصعبة إزاي نتصرف فيها، حتى المواقف اللي فيها انتصارات ما تبقاش فرحتنا كبيرة، تبقى فرحة متوازنة. كمان اتعلمت منه في الإدارة، أنا زميلته في الإدارة كتير جدا، فاستفدت حاجات كتير. وخلي بالكم معظم الصور تلاقي حاطط إيده كده، أو هو في حاطط إيده كده، فهو ما بيديكيش أو بيديكوش جواب في فوري في أي قرار، في أي قضية أو أي قرار أو أي موقف، لازم يفكر شوية. وبعدين دلوقتي بقى بالسيجار، يمسك السيجار يولعه شوية عشان يفكر هيقول إيه الأول. فأنا الحقيقة الحاجات دي، الوقفات دي، خلتني زي ما قلنا استفيد جدا، وانا شايف ان انا تشرفت بمزاملته كلاعب، وتشرفت بمزاملته في الاداره، وده علمنا، وده زي ما نقول الاجيال بتسلم بعض. فاحنا في اجيال كثيره جدا مرت في تاريخ النادي الاهلي من 1907 سلموا كابتن حسن. وانا الحقيقه لما جيت ابقى رئيس نادي تذكرت كل الامور الاداريه والمواقف في مجلس اداره ازاي بنتعامل فيها من خلال رموزنا الكبار اللي فاتوا. مش عايز اذكر واحد، انا عايز اذكر الجميع، اخرهم كان كابتن حسن حمدي. فانا بشكره جدا جدا باسم جماهير واعضاء النادي الاهلي. اللقطه اللي ما تنساهاش، اللحظه، الموقف الاصعب اللي كان مع الكابتن حسن حمدي في الملعب. في الملعب وبره الملعب. في الملعب هرجعه كده بالذاكره شويه. كنا بنلاعب مونشنجلادباخ، ومونشنجلادباخ ده كان ساعتها بيلعب نهائي اوروبا سنه 76 او 75 حاجه كده. 76. ففرقه جامده جدا جدا، لعبت في مصر اعتقد مباراه، كسبت اعتقد كان نادي الزمالك 2-1، والنادي الاهلي بيلعب مونشنجلادباخ حسب ما انا متذكر. الحقيقه يعني بقيت عامل زيه وبنسى كتير انا كمان. فالمهم يعني الماتش دوت، احنا فرقه تقيله جدا وفرقه جامده جدا وبيلعبوا في نهائي اوروبا، وجابوا فينا جول وحسن ليبرو، وبعدين ربنا كرمنا وتعادلنا بجول من احمد عبد الباقي الله يرحمه، صفة ابو حليم، كورنر رفع احمد، كابتن احمد عبد الباقي حطها بدماغه يعني. بعد الجول ده بثلاث دقايق كابتن احمد عبد الباقي بيلعب باك رايت، فغلط في كوره، الكوره اللي غلط فيها دي اتاخدت منه، اتردد فينا جول، بقى 2-1. فانا ساعتها راجع متضايق، لقيت بقى الكابتن حسن طريقته في توجيه احمد عبد الباقي، والحزن اللي كان فيه والزعل اللي كان فيه والعنف اللي كان فيه في التوجيه. بعديها اتغير احمد عبد الباقي بدقيقتين ثلاثه كده بعد الموقف ده، وبعدين ربنا كرمنا بجول تاني وتعادلنا 2-2 في المباراه دي. ما هنا ده المواقف دي اللي بتخلي الواحد يبقى عارف حتى جوه الملعب مع موقف صعب ممكن ازاي يعني تتعامل معاه. احمد طبعا عبد الباقي ده نجم كبير ولعيب كبير طبعاً. وجاب جول المباراه، لكن يعني كلنا بنغلط في غلطه كده صغيره، لكن كان ساعتها الموقف كان بهذا الشكل يعني. كفايه كده، مش عايزين كفايه كده، ما لسه برضه لسه احنا سهرانين مع حضرتك، ورانا ايه يعني. الان تحين اللحظه،
لحظة التكريم